فضيحة جديدة تنضاف لفضائح الدولة الضاربة الجزائر، القوة الضاربة التي تدعم فلسطين ظالمة أو مظلوم، أو بالأحرى ظالمة أو مظلومة، ولكن في المشمش سلسلة الفضائح لا تتوقف. وخا ديك البهرجة ديال مجلس الأمن وديال عضوية الجزائر، وبغاو يسرقوا القرارات وكيستقبلوا صحة وكيضغطوا على الفلسطينيين باش يجيو، غير باش يبردعوا بصبع ويبينوا لي زعما بانهم يدعمون فلسطين، لكن في الواقع كيبيعوا الغاز لاسرائيل، يمنعون التظاهر من اجل دعم فلسطين، والطامة الكبرى يدعون انهم يدعمون فلسطين. والبارح الجزائر هي الدولة الوحيدة في الدول الاسلامية اللي فتحات فرع ديال الكي اف سي في الجزائر. بالمناسبة باش نحطوا الامور في الاطار ديالها، انا شخصيا ما كندعو المقاطعة، ما كنمنع المقاطعة، كل شخص حر حسب القناعات ديالو يمشي ياكل فين ما بغى، حتى شي واحد ما وصي على الاخرين. حنا اليوم غنبينوا النفاق الجزائري في قضيه فلسطين، غنبينوا كيفاش كانوا كيسرحوا البوصبع المغربي عندنا، مع الاسف ولا عندنا حتى حنا بوصبع، ولا عندنا حتى حنا مغاربه كيبلغوا بالصفحات ديالنا وبالقنوات ديالنا وكيهاجموا المغاربه لانهم يدافعون على المغرب ضد الجزائر. وبالمناسبه راه طيروا لي الصفحه ديالي في فيسبوك وحتى الحساب. لحد الان كنتواصل مع الفيسبوك ما كيجاوبونيش، صعيب اصلا نتواصل معهم منين كانت عندي الصفحه، فمنين طيروا لي كل شيء اصعب اني نتواصل معهم. المهم استرجعت الصفحه، غادي نقولها لكم، ما استرجعتهاش غنديروا صفحه جديده بوصبع. المشكله دابا عندنا بوصبع ديال الجزائر وعندنا حتى بوصبع في المغرب، مغربي كيبلغ ضد مغربي علاش دفاعا على الجزائر، وفهم تصطفت القضيه دي. الجزائر اللي كانت تدخل الصفحات المغربيه وكانت تسرح بوصبع المغربي ديالنا باش يقاطع ماكدونالد ويقاطع، ملي كنقول البوصبع المغربي هو اللي كيسمع البوصبع الجزائري. اما الاغلبيه الساحقه ديال المغاربه ما يرضاوش، الا بغى يدير شي مقاطعه غيدير راسو بالقناعات ديالو، ما يرضاش شي واحد في الجزائر يقول لي شنو دير. نفس الجزائريين اللي كانوا كيصدعونا في المغرب على المقاطعه هما براسهم مشاو للافتتاح ديال كي اف سي في الجزائر، والدوله الجزائريه اللي مصدعانا بدعم فلسطين مشات البارح حلات فرع ديال كي اف سي داخل الجزائر. تقريبا اظن انه اول فرع في الجزائر، لانه ما عندهم حتى شي مطعم امريكي من غير واحد بيتزا هات، داروا ليه واحد الافتتاح وحضر ليه الوالي وحضر ليه الوزير، وراه كنا درناه في واحد الحلقه تهبيطيه هذه 3 سنوات. قبل ما نشوفوا المقطع اللي فضح الجزائريين اللي كيدعيوا انهم كيدعموا فلسطين وفي نفس الوقت كيدعموا الشركات التي كانت ضد الفلسطينيين وضد المقاومه، نشوفوا بعدا واحد المقطع في الهند، في واحد كي اف سي كاين في الهند، يعني بعيد على المجتمعات الاسلاميه في الهند. شوفوا شنو طرا في هاد الهند هادي. المهم في الهند شفنا هاد المقاطع، لكن في الافتتاح ديال كي اف سي في الجزائر البارح ما شفناش هاد المقاطع، ما شفنا حتى شي واحد داخل المتجر كيصور راسو ويدعو للمقاطعه. بالعكس غادي تشوفوا غتصدموا من الاعداد الكبيره والضخمه ديال الناس اللي دايرين الطوابير باش يدخلوا للكي اف سي. وباش نحطكم في الصوره وتعرفوا علاش اصلا الناس كيقاطعوا كي اف سي وقاطعوا بزاف ديال المحلات الامريكيه او الشركات العالميه ديال الاكل السريع في امريكا، شوفوا هاد المقطع الاول الاول ونرجعوا من بعد. كي اف سي من غير انه وفرت وجبات للجيش الاسرائيلي في اسرائيل، ايضا كانت دارت واحد الاشهار نوض عليها الصداع بزاف، كتبوا لا خيام فقط الدجاج. فذاك الوقت اللي كان تهجير الفلسطينيين وكانوا كيمشيو مساكن للخيام، فهما داروا هذا الاشهار هذا، وهذا الاشهار هذا ما عجبش الناس وما عجبش المسلمين وما عجبش حتى بزاف الاجانب اللي متعاطفين مع القضيه الفلسطينيه، ومن ثم بدات هذيك المقاطعه ديال كي اف سي. في الجزائر عارفين هادشي مزيان، لانني مشيت قلبت مواقع التواصل الاجتماعي والحسابات الجزائريه في ذاك الوقت، ولقيتهم فعلا كينشروا شعار المقاطعه ديال كي اف سي وديال بزاف الشركات، وما صدعوا مواقع التواصل الاجتماعي لانه في الجزائر كانت عندهم حاله خاصه عكس كل الدول اللي عايشين كيف ما عباد الله، المغرب، تونس، مصر، ليبيا، الخليج، كل الدول عندهم الشركات العالميه وكل الدول مبرعين الشعوب ديالهم، الا في الجزائر عندهم بيتزا هات فقط واحده فقط، اما ما تبقى كلها مطاعم جزائريه
كيسرقوا الاسماء ديال الشركات الكبرى. يعني الجزائريين فاش كانوا كيطالبوا بالمقاطعه ما كانوش معنيين بالامر، لانه ما عندهم لا ماكدونالد لا كي اف سي لا والو في ذاك الوقت. دابا بالعكس، دابا الجزائر كدوله ناضت كدعم كي اف سي وفتحت ليها فرع جديد. يعني الجزائر كتخرج من الاجماع الاسلامي والعربي كامل وكتقول لهم لا، حنا غنحلوا فروع للشركه الامريكيه باش نعوضهم على الخسائر الماليه اللي تكبدوها بسبب المقاطعه. نمشيو دابا نشوفوا الفضيحه ديال الجزائر في نفاقها، وهي تطلب من الاخرين المقاطعه ولكن هي كتفتح فرع جديد وشعبيا الناس كاملين كيمشيو ياكلوا في الكي اف سي. Pour les présentations, on est les experts le poulet frit depuis 1940. Donc, c'est mondialement. C'est la première ouverture en Algérie, c'est le premier soir à Nalhnaftir Ibrahim. On a le poulet crispé Tana, Marouf bien sûr. Tu dis que le jour et le hirman sont difficiles. Ils sont hrômés à la degré de ce qu'ils veulent faire le KFC, ils ont Palestine, ils ont le Mokata. C'est ce qu'ils ont dit aux autres, ils ne sont اقبال كبير جدا على الافتتاح ديال المطعم، والمطعم كيف مشو كبير بزاف، الحجم ديالو كبير، فيه بزاف المستخدمين، فيه بزاف الكليان، لدرجه انهم ولاو كيديروا الطوابير على الكي اف سي. والمشكله هو انه دابا الجزائر عند المقاطعه سهله، لانهم عندهم محل واحد هو كي اف سي. يعني الا بغاو يديروا المقاطعه ويدعموا فعلا فلسطين كيف ما تيروجوا كيف ما تيقولوا وكيف ما صدعوا راس الناس بهاد الهضره هذه، غيقاطعوا محل واحد، المحل غيدير فايت وغيسد وغادي يغلق. هما لا، هما تيدعموه ماليا وفتتحوه، وانا متاكد انهم عطاو امتيازات ماليه وجبائيه وضريبيه، والاقبال الشعبي كياكد على انه ما كاين لا فلسطين لا يحزنوا. الحرمان دير خدمته، الناس ما عمرهم شافوا كي اف سي في حياتهم كامله من 1965، ما يمكنش يعقلوا على فلسطين. ما كاين لا فلسطين لا والو، ما كاين لا زالمة أو مظلومة لا والو، كاين غير ميمي وكاين غير الدجاج. دابا الجزائري اللي كيفرع علينا راسنا في مواقع التواصل الاجتماعي، منين كيشوف المشاهد المخزية ديال الشعب يدعي في المواقع على أنه أكبر الداعمين ديال فلسطين، ولكن على أرض الواقع نهار تحت لي الفرصة ونهار فتحوا لي محل واحد، مطعم واحد ديال كي اف سي، وما مرقش وما حشمش وما قالش لا، راه داكشي غيكون متناقض مع الكلام ديالي والشعارات ديالي في مواقع التواصل الاجتماعي وفي الاعلام الجزائري اللي كان كيتناول المقاطعه وكان تيروج ليها باش يضغطوا على المغاربه ويقاطعوا المحلات والمطاعم في المغرب. كيفاش دابا الجزائريين غيشرحوا للناس اللي ما تيعرفوهمش؟ حنا المغاربه عارفين القوالب ديالهم، حتى التوانسه واحد النسبه كبيره عارفه النفاق الجزائري، ولكن هذوك ديال العرب والشرق وهذوك الخارجيين والمصريين والليبيين واللي ما كيعرفوهمش مزيان، كيفاش غيفسروا لهم هاد المشاهد الصادمه ديال عدم مقاطعه كي اف سي؟ بالعكس، ديال افتتاح متجر جديد. ما كايناش شي دوله اسلاميه غتفتح لك ماكدونالد ولا كي اف سي في هاد الاوقات الحرجه، لكن الجزائر ما كتضرب سوق لتا شي واحد، ما كتسوقش للشعب ديالها، ما كتسوقش للصوره ديالها، كتفتح فرع جديد وعارفه بانه غيكون عنده اقبال، وعادي يكون عنده اقبال لان هادوك المعذبون في الارض عايشين الحرمان، كيدعموا البوليزاريو وجمهوريه الريح، ولكن ما واكلينش كرشهم. شنو غيقولوا عليكم الفلسطينيين دابا؟ نتوما صدعتوهم بالشعارات، حيت في الاول ما كان عندكم ما تقاطعوا، ها هو دابا عندكم فرصه ذهبيه، ها هو عندكم محل ديال كي اف سي، يلا غلقوه، يلا سدوه، يلا ديروا التظاهرات قدامه وسيروا ديروا الحشود وطلبوا المقاطعه وارفعوا شعار المقاطعه وديروا مظاهره قدام المطعم وساندوا اخوانكم في فلسطين. كيفاش كتقدر تدوز الوجبه ديال كي اف سي والمناضه ديال كي اف سي والناس في غزه ما لاقينش ياكلوا؟ اين انت يا جزائري؟ اين هو الضمير ديالك؟ اين هي الشعارات ديالك في مواقع التواصل الاجتماعي؟ صدق من قال اللي ماشي هو انا، صب عمي صب، ويبقى شعار بخروب المنافق نحن مع فلسطين ظالمه او مظلومه ولكن في الكيتشن كنتاكي. نكتفي بهذا القصف، شكرا على الدعم والتشجيع ديالكم، ما تنساوش بارطاجيو هذه الفكره، بارطاجيو هذه المعلومه، بارطاجيو الا بغيتوا هذا الفيديو هذا باش يوصل لاكبر عدد ممكن، باش مزيان نحطوهم بوجههم ونوريو النفاق ديالهم الحقيقي عن الشعوب العربيه خاصه الشعب الفلسطيني. كان معكم حاتم المرابط، السلام عليكم.